معشر قريش، يا معشر قريش، والله لن تطول الأيام حتى نرى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق البيت الحرام. تحرفوا يا أهل القافلة، إنه أبو بصير يتعرض لقوافل قريش. قوافل قريش، والله لا أخذتها. ويحكم، إنه أبو بصير، أهربوا. مرحبا يا أبا عبد الله. أهلا يا أبا سليمان. أهلا. أراك قد عدت مسرعا من الحبشة، وقد علمت أنك خرجت إليها على ألا تعود. عدت. الناس في صلح، وقريش في هدنة طويلة مع محمد. هي فرصة للهدوء. نعم، وفرصة لاسترجاع مكان واستشراف ما سيكون. كأنك تريد أن تقول شيئا. ما ظنك بامرئ خبر الدنيا وعرف تقلباتها ولا يريد أن يدع لجهلها أن يذهب بعقله؟ ظني به أن له شأنا يريد أن يفصح به، ولا يجدني أهلا ليطرحه لي. لا يا خالد، لا، لا فمثلك من يقال له، ولكنني عائد وفي رأس أمر، ولسوف أفضي لك به، عسى أن نجد ملاذا من هذا الضيق. يا معشر المهاجرين والأنصار، هذه قافلة أخذتها من قريش، هي لكم، تضعونها حيث تشاءون، هدية مني إليكم، ولا شأن لرسول الله بها. فأنا ومن معي في حل من عهد قريش، وقد فررنا بديننا، وتالله لا يندمون إذ منعونا الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازدادت نزعة أبي بصير على قريش، يسلب قوافلنا ويقتل رجالنا، فإلى متى؟ أنتم فعلتم ذلك بأنفسكم. ماذا قلت يا عمر؟ إن بيننا وبين محمد عهد. والرسول، أقصد محمد، لم يغفر عهدكم. وأبو بصير وما يفعله؟ وما شأن محمد بما يأتيه أبو بصير؟ لقد ذهب إليه فرده، فلا جناح على محمد بما يأتيه أبو بصير. أتسمعون يا معشر قريش ما يقول ابن العاص؟ قل شيئا يا عثمان بن طلحة، قل شيئا. إنما قاله عمرو صحيح، لا دخل لمحمد فيما يأتيه أبو بصير. وأنت يا خالد، أما تقول شيئا؟ ما قاله عمرو صحيح، لا دخل لمحمد في جنايات أبي بصير. بل إن يد محمد ضالعة فيما يقوم به هذا الأفاق أبو بصير. ما هو بأفاق يا عكرمة؟ إنه رجل شجاع، لقد قتل صاحبكم العامري بسيفه ولم يلتحق بمحمد وفر منه، والآن هو يتحداكم مع صعاليكه المسلمين. فإن كنتم شجعانا
فاذهبوا إليه وقاتلوه. وكفاكم ترمون بكل شيء على محمد. اذهب إليه يا خالد. أنا؟ إني لا أكره أن أقتل بسهم يأتيني بغتة من أبي بصير وأصحابه. أعددت نفسي لغير هذا. وأنت يا عمرو، ألا تذهبن إلي؟ لا لا لا، لا شأن لي بذلك. إن أمر قريش يهوي. وأينكم تذهبون من فشل إلى فشل يا معشر قريش؟ وما هذا بمجلس؟ ذهب كبار قريش فلا كبار فيها. حتى إن هذا الملأ قد أصبح بلا جدوى. ماذا يجري يا أبا سفيان؟ محمد من نصر إلى نصر، وأنت من هزيمة إلى أخرى، وتتذكر ما قال قيصر: اتبع محمدا. لا رب الكعبة، لا يكون هذا. أنا سيد قريش، أنا سيد قريش، أنا سيد قريش. يا زينب يا بنت محمد، أنا العاص بن الربيع، أزيريني يا جارك الله. يا زينب يا بنت محمد، أنا العاص بن الربيع، أزيريني يا جارك الله. أنا العاص بن الربيع، أزيريني يا جارك الله. يا رسول الله، كيف سننتظر 10 سنين على صلح قريش؟ يا عمر، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، لن تنتظر وقتا كهذا، فقريش لابد ستخرق هذا الصلح. يا معشر المسلمين، إن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارت العاص بن الربيع. يا معشر المسلمين، إن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارت العاص بن الربيع. يا معشر المسلمين، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، إنه ما عرف بهذا قبل الآن. قبلنا إجارتها يا رسول الله. يا أم الحسن، يا زهراء، يا بنت رسول الله، أجارت زينب العاص بن الربيع، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها، وقبل المسلمون. وفت زينب للعاص رغم أنها طلقته بإسلامها. يا رسول الله، والله لو كان مالي لتركته ولما سألت عنه، ولكنه أمانات قريش، وأنا والله ما خفرت أمانة قط. فإن رأيت أن يرد مال القافلة علي فجزاك الله وجزا صحبك خيرا. يا معشر المسلمين، ماذا تقولون فيما قال العاص بن الربيع؟ الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ومن بعد. ما يأمرنا به نفعله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب أن تردوا على الرجل مال قافلته، وهو يعرف أنها حق لكم. سنردها يا رسول الله. هيا يا ابن ربيع، هيا حتى تعود إليك قافلتك، هيا.